ملف إيران النووي والحكم بسجن المعارض الروسي نافالني يشغلان عناوين الأسبوع. وفي أصل الخبر، هلع من فيروس نباه فما قصته؟ لقاحات كورونا وحملات التطعيم تتصدر العناوين الإخبارية، وخطوات بايدن في البيت الأبيض تتصدر عناوين الإعلام. اغتيال لقمان سليم يحتل الصدارة في عناوين الصحف العربية. وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. أحداث وتطورات عدة تصدرت عناوين الصحف والقنوات الإخبارية هذا الأسبوع، والبداية من آخر تطورات جائحة كورونا وجهود توزيع اللقاح عالمياً. دوتش فيلا ناقشت السباق المحموم الذي تخوضه دول العالم للحصول على لقاح كورونا، وأشارت إلى أن التركيز على إطلاق حملات وطنية في الدول الصناعية للحصول على اللقاح هو شيء يضر بهذه الدول قبل غيرها، وعلى هذه الدول التركيز على حملة تطعيم عالمية، فرغم تصنيع 3 لقاحات فإنها توزع فقط في الدول الصناعية وتسير بشكل متأرجح وتسبب خيبة للأمل. صحيفة حريات التركية تحدثت عن التحضيرات التي تقوم بها الدول لإعادة طلاب الابتدائية إلى المدارس في 15 من الشهر الجاري من خلال تطعيم المعلمين تبعا لقوائم وزارتي التعليم والصحة، مع تأكيد أن العودة للمدارس ستكون مع اتباع ذات قواعد الوقاية من الوباء. وفي تغطية أخبار كورونا أيضا، نقلت قناة العربية بدء تحقيقات الأمم المتحدة في الصين لمعرفة منشأ كورونا وأسباب انتشاره. الفريق سيزور مركز أبحاث ووهان والمستشفى الذي استقبل الحالة الأولى للمرض ومعظم مراكز المدينة لتقديم إجابات وافية للعالم عن الوباء. لنتابع. ها هو فريق المنظمة المكون من 13 فردا في ووهان للبحث عن منشأ فيروس كورونا. وإلى انقلاب الجيش في ميانمار الذي كان عنوانا بارزا في الإعلام، وخصوصا أن قضية أقلية الرهوانجا المسلمة ما زالت شائكة. بي بي سي بنسختها العربية تحدثت عن انقلاب الجيش في ميانمار على السلطة واستيلائه على الحكم في البلاد بعد اعتقال مستشارة البلاد أونغ سان سوتشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم، فيما دار الجدل بشأن المستشارة سوتشي أيضا بسبب تعاملها مع المجازر، وهو أمر عرضها للكثير من الانتقادات. فمن تكون سوتشي؟ سنشاهدها في هذا الفيديو. خطوات بايدن في البيت الأبيض شغلت وسائل الإعلام. قناة فرانس 24 نقلت إقرار بايدن 3 قوانين لتصحيح ما قام به ترامب. وفقا لتعبير بايدن، فقد قال إنه لا يسن قوانين جديدة وإنما يلغي سياسات خاطئة. لنشاهد. بمراجعة أهم القرارات المشحفة أو التي وصفها بالمشحفة قام بها الرئيس الأسبق دونالد ترامب والتي. وفي السياسة الخارجية الأمريكية كذلك، CNN الأمريكية نقلت عن بايدن أن أمريكا عادت وأعادت معها الدبلوماسية لتحدث تحولات كبيرة، أبرزها قرارات بايدن بإلغاء الدعم عن حرب اليمن وإرسال مبعوث للتركيز على الصراع الطويل، وفي نفس الوقت دعم حق السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات الصاروخية. وأكد أنه سيعيد بناء تحالفاته وسيشارك العالم في التحديات العالمية التي يواجهها كوباء كورونا والاحتباس الحراري وحقوق الإنسان حول العالم. ومن سوريا، الجزيرة تناولت الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين في مناطق الشمال السوري. الأمطار المستمرة أضرت ب25 مخيما وقطعت الطرق إليها، مع عدم وجود إمكانية لنقل المخيمات إلى مناطق أخرى. لنشاهد.
حدث لنا سكان هذا المخيم عن ظروف صعبة وبالغة السوء تعرضوا لها وعاشوها خلال الليلة الماضية، اضطروا إلى النزوح من خيامهم باتجاه خيام لأقربائهم. قناة الغد تناولت الموضوع وعرضت المخاوف التي تجتاح لبنان من بدء مسلسل تصفية الناشطين في البلاد، وقد عثر على لقمان مقتولا في سيارته. لنشاهد. المؤشرات الميدانية لا تترك مجالا للشك، هناك اغتيال في منطقة نفوذ حزب الله. أحداث الأسبوع انعكست على توجهات وتفاعلات رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كيف رصدنا آرائهم؟ ستطلعنا الزميلة كريستين أكثر. تفضلي كريستين. نعم أحلام، أجندة مواقع التواصل حملت مواضيع عديدة هذا الأسبوع، وبدايتنا من ميانمار حيث نفذ الجيش انقلابا عسكريا وحملة اعتقالات واسعة نالت قادة كبارا في الحكومة على رأسهم زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي، وأعلن الجيش أيضا حالة الطوارئ لمدة عام. عربي بوست تحدثت في تغريدتها على تويتر بخوف مسلمي الروهينجا من تبعات الانقلاب عليهم، خاصة أن الجيش الذي استولى على السلطة لطالما نكل بهم وتسبب بتهجير الآلاف منهم. وأضافت عربي بوست أن رئيس منظمة الروهينجا البورمية في المملكة المتحدة تون خين قلق بسبب وحشية الجيش التي ستدفع المزيد من الروهينجا إلى الفرار بسبب العنف في حقهم. الجزيرة نت غردت بفيديو يشرح تفاصيل الانقلاب العسكري في ميانمار، لنتابع معا التفاصيل. إلى ليبيا، حيث استضافت مدينة جنيف السويسرية هذا الأسبوع منتدى الحوار السياسي الليبي لتقديم المرشحين لمناصب مجلس الرئاسة الذي استمر من الأول إلى الخامس من فبراير. قناة فرانس 24 غردت بقيام المرشحين للمجلس الرئاسي باستعراض برامجهم خلال مشاورات جنيف، وذلك للتوصل إلى اتفاق على الشخصيات التي ستقود المرحلة الانتقالية القادمة في ليبيا، حيث يقوم المرشحين للمجلس الانتقالي بالإجابة على الأسئلة التي تطرح خلال ملتقى الحوار من قبل الموفدة الأممية الخاصة بالشأن الليبي. قناة ليبيا الأحرار غردت بفيديو لعقيلة صالح وهو يقول: لا يوجد إنسان معصوم عن الخطأ، ويجب طي صفحة الماضي. الذي قام أيضا بالترشح لمناصب مجلس الرئاسة ما اعتبره العديد من الليبيين أمرا مثيرا للجدل. لنتابع معا ماذا أجاب على سؤال كيف ستتعامل مع منصب القائد العام. حضرتكم مترشح للمجلس الرئاسي، فكيف ستتعامل مع منصب القائد العام؟ وكيف سيتم توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية؟ أولا نحن لدينا قانون ينظم الجيش الليبي، قانون الجيش الليبي أيضا يحدد اختصاصات القائد العام للجيش الليبي، وكذلك اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة. إلى مصر، وتصدر هاشتاغ موقعة الجمل للترند المصري، وذلك على إثر مضي 10 أعوام على ثورة 25 يناير، وموقعة الجمل التي قام بها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في بداية شهر فبراير في محاولات يائسة لطرد الثوار من ميدان التحرير. عربي 21 غردت بتورط قادة في الداخلية المصرية والشرطة بموقعة الجمل رسميا، وذلك عبر تأمين الداخلية لمتظاهري الموقعة وتوفير الخدمات لهم حتى وصولهم إلى ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة واشتباكهم مع الثوار. وهذا الاعتراف جاء للمرة الأولى، حيث بقيت أقوال القادة الأمنيين سرية طوال 10 سنوات. قناة مكملين نشرت فيديو يشرح موقعة الجمل التي يعتبرها المصريون مجزرة ضد ثوار ثورة 25 يناير. لنشاهد معا التفاصيل.
كان هذا كل ما لدينا، وعودة إليك أحلام. شكرا كريستين. الملف النووي الإيراني والحكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني في مانشيت. حدثان شغلا عناوين الإعلام هذا الأسبوع هما الجدل بشأن الملف النووي الإيراني وحكم روسيا على المعارض أليكسي نافالني عربيا. كان الجدل بشأن الملف النووي الإيراني أبرز ما تداولته وسائل ومحطات الإعلام، ونبدأ من قناة الجزيرة التي أجرت لقاء مع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ونقلت عنه أن امتلاك إيران للسلاح سيعقد سبل الحل لأي قضية في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد في حديثه استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن كافة مصالحها، وأنها ما زالت تحافظ على وجود قوي للغاية في المنطقة لدعم شركائها. لا يمكن حل أي مشكلة في منطقة الشرق الأوسط بسهولة أكبر إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا. قناة دوتشفيلا نقلت التطور الجديد الحاصل في الموقف الإيراني تجاه واشنطن، حيث دعا وزير الخارجية ظريف الاتحاد الأوروبي للتوسط لإنقاذ الاتفاق النووي. لنتابع تفاصيل أكثر في هذا الفيديو. اقترح وزير الخارجية الإيراني عودة متزامنة للبلدين، داعيا في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي للتوسط لإنقاذ الاتفاق. صحيفة الشرق الأوسط تناولت ما سمته تراجع إيران عن شرطها بأن تقدم أمريكا على الخطوة الأولى في سبيل عودتها إلى الاتفاق النووي، وقالت إنها ستقبل الوساطة الأوروبية، ونقلت عن ظريف قوله إنه يمكن أن تكون هناك آلية لعودة متزامنة للبلدين إلى الاتفاق النووي أو تنسيق بينهما، واقترح أن يحدد وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي التدابير التي يجب أن يتخذها الطرفان. صحيفة الغارديان نشرت مقالا مشتركا لكل من حسين موسيان الدبلوماسي الإيراني السابق والمتخصص في علم الذرة بجامعة برنستون، مع عبد العزيز الصقر مدير مركز الخليج للأبحاث. قال فيه إن هناك فرصة للعلاقات الإيرانية السعودية في ظل رئاسة جو بايدن، وذلك تحت عنوان نستطيع الخروج من لعبة غالب أو مغلوب بين السعودية وإيران لو تحركنا الآن. وأضافت الصحيفة أن هذا المقال المشترك يعبر عن رأي كاتبين على علاقة بالحكومتين السعودية والإيرانية. صحيفة القدس العربي ناقشت في مقال لها الموقف الإسرائيلي الداخلي وتأثيره في موقفها الرافض لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتحدث المقال عن حاجة إسرائيل إلى بناء ائتلاف دولي واسع مع شركائها الجدد في الشرق الأوسط، فهم ذو مخاوف أكبر منها من الملف النووي، خصوصا أن الولايات المتحدة تجاهلتهم في الاتفاق الأول. قناة العربية تحدثت عن إعلان إيران تركيبها أجهزة طرد مركزي في مفاعلاتها النووية. لنتابع. في إشارة إلى أن بلاده نصبت 696 جهازا للطرد المركزي من جيل IR-2M بسعة 4 أضعاف. وإلى موضوع آخر، حيث حظي الحكم بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني باهتمام الإعلام الغربي. فرانس 24 تناولت الضجة التي أثارها الحكم على نافالني بالسجن 3 سنوات ودعوة الدول الأوروبية إلى الإفراج عنه، تزامنا مع دعوات الولايات المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن المعتقلين في التظاهرات. لنشاهد. بدأت السلطات الروسية حملة اعتقالات أوقفت خلالها عشرات الأشخاص. ABC نيوز الأمريكية تناولت تفاصيل الحكم الصادر بالسجن على نافالني، وقالت إن المحكمة الفيدرالية في موسكو أصدرت الحكم استنادا إلى مخالفته شروط فترة المراقبة خلال بقائه في ألمانيا للعلاج من التسمم بغاز الأعصاب، ويقدم محامو نافالني عجزه عن السفر في تلك الفترة كحجة دفاع أمام المحكمة. ونقلت القناة دفاع نافالني عن نفسه إذ قال أمام المحكمة: عدت فور استكمالي للعلاج، ماذا كان بإمكاني أن أفعل أكثر من ذلك؟
سي ان ان بنسختها العربية نقلت فيديو لكبير موظفي المعارضة الروسية أليكسي نافالني وهو يتحدث عن الرسالة التي يوجهها أنصار نافالني للرئيس الأمريكي جو بايدن. Foundation Vladimir Ashurkov wrote a letter to President Biden. Our message is plain and simple. Go after money. هكذا تعاملت وسائل الإعلام مع حدث الأسبوع. كيف تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي من جديد؟ نعود إليك كريستين، تفضلي. نعم أحلام، حدث الأسبوع انقسم بين محاولة إيران والولايات المتحدة الأمريكية كسر الجمود بشأن العودة إلى الاتفاق النووي والاحتجاجات في روسيا المطالبة بإطلاق سراح المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني. قناة الجزيرة نقلت في تغريدتها عن العدل الدولية تأكيدها بأنها مخولة في النظر في العقوبات الأمريكية على طهران، معتبرة ذلك انتصارا جديدا للأخيرة، وغردت أيضا بتوجه واشنطن لتشكيل فريق تفاوض لبحث الاتفاق النووي. عربي بوست توجهت في تغريدتها إلى تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارته إلى دول الخليج التي كانت تهدف إلى الاحتفال بتطبيع العلاقات وتعزيز مكاسبه الدبلوماسية والسياسية قبل الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى دفع القادة العرب لإبعاد واشنطن عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. قناة العربية غردت بفيديو لنائب رئيس مجلس السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية إيلان بيرمان وهو يتحدث عن إمكانية توسط أوروبا بين الولايات المتحدة وإيران. لنتابع التفاصيل في هذا الفيديو من قناة العربية. هم يستطيعون أن يتوسطوا ولديهم الرغبة في ذلك أيضا، والفكرة خلف الاتفاق الأساسي الذي والأصلي الذي وقع قبل 5 أعوام هو أن إيران سوف تخرج من عزلتها ويمكن بناء علاقات تجارية معها، ولكن بسبب سياسة ضغوط القصوى التي انتهجها الرئيس السابق ترامب فإن إيران وجدت نفسها في وضع سيء للغاية. إلى روسيا، حيث شهدت مدن روسية من بينها العاصمة موسكو مظاهرات احتجاجية رافضة للحكم الصادر بحق المعارض أليكسي نافالني والذي يقضي بحبسه 3.5 سنة بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه. مكتب حقوق الإنسان غرد عبر حساب الأمم المتحدة مستنكرا الحكم الصادر بالسجن ضد أليكسي نافالني، حيث طالب روسيا بشكل رسمي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. فرانس بريس بالعربية تحدثت في تغريدتها عن دفاع الكرملين عن اعتماد الشرطة الحزم في صد الاحتجاجات المدافعة عن نافالني، وسلطت فرانس بريس الضوء على أن هذه الاحتجاجات لم تشهد روسيا مثل حجمها منذ سنوات. الجزيرة نت غردت بفيديو تم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل حيث وثقه شهود عيان. الفيديو يبين طريقة تعامل الشرطة الوحشية مع المحتجين الذين يطالبون بالإفراج عن نافالني. نتابع. كان هذا كل ما لدينا ولبرنامجنا، معك بقية أحلام. شكرا كريستين. هل يتسبب فيروس نباه بجائحة عالمية جديدة؟ التفاصيل في أصل الخبر. في ظل معاناة البشرية حتى الآن من فيروس كورونا المستجد وسلالاته المتحورة، ظهرت أنباء عن فيروس جديد قد يكون أشد فتكا من كورونا. أخبار عن فيروس نباه، غالب وسائل الإعلام اعتمدت على ترجمة لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية. الغارديان كانت قد نشرت تحقيقا طبيا حذرت فيه من أن شركات الأدوية العملاقة غير مستعدة لوباء قادم، وقالت إن واحدا من أخطر 10 أمراض وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية لا دواء أو لقاح له.
الصحيفة اعتمدت في مقالها على تحذيرات لمؤسسة Access to Medicine ومقرها هولندا، وهي منظمة غير ربحية، تحدثت عن تفشي فيروس نباه في الصين مع معدل وفيات يصل إلى 75% كخطوة جائحة كبيرة محتملة. وكالنار في الهشيم انتشر الخبر في المواقع والقنوات. شبكة رصد المصرية نقلت عن الجارديان البريطانية أن الفيروس بدأ في الانتشار في الصين ويسبب وفيات تصل إلى 75%، وأنه قد يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا. ونشرت جريدة اليوم السابع على موقعها الإخباري عن الفيروس تحت عنوان فيروس فتاك جديد يهدد العالم يظهر في الصين، ونسبت الجريدة الخبر أيضا إلى صحيفة الجارديان البريطانية. جريدة الشرق الأوسط أيضا تناولت الخبر وقالت إن تقريرا مستقلا حذر من تفشي فيروس نباه في الصين، ونقلت عن الجاردين قولها إنه قد يتسبب بجائحة عالمية أخطر من وباء كورونا. وانتشر الخبر سريعا من المواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية إلى منصات التواصل الاجتماعي. حساب قناة العربية عاجل نشر عن الفيروس بشكل مقتضب قائلا نباه فيروس معدن ويتسبب بمعدل وفيات تصل إلى 75%، ورغم أن القناة كانت قد شرحت في التفاصيل ضمن أخبار أخرى عن وضع المرض، فإن الخبر على صفحة العاجل الخاص بالقناة نال تفاعلا وفهم منه أنه الحديث عن فيروس جديد. جريدة الوطن نشرت في حسابها على موقع فيسبوك الخبر بعنوان بيل غيتس يحذر العالم فيروس نباه أسوأ 10 مرات من كورونا، وتفاعل الآلاف مع الخبر متشائمين من سنوات عجاف تنتظرهم بسبب الوباء القادم. لكننا بحثنا عن أصل هذا الخبر لنجد أن الفيروس ليس جديدا ولم ينتشر في الصين، ولا توجد أي أدلة على تحوله إلى وباء قادم. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أول انتشار معترف به للفيروس حدث في ماليزيا في أواخر التسعينات، وامتد ليصل إلى سنغافورة، وقد نتجت معظم الإصابات البشرية عن الاتصال المباشر مع الخنازير المريضة أو أنسجتها الملوثة. ويعتقد أن انتقال العدوى قد يحدث عن طريق الفاكهة أو منتجاتها الملوثة بمخلفات هذه الحيوانات، ويمكن أيضا أن ينتقل مباشرة من إنسان إلى آخر. ومع ذلك تقل فرص إصابة البشر بالعدوى إذا تم إعطاء مضادات حيوية كافية للحيوانات المصابة. انتشار الخبر ونسب مصدره للجاردين البريطانية دفع الجريدة للتعديل في تقريرها. جريدة الجارديان عدلت في التقرير لتحذف أي إشارة إلى الصين، وذكرت أنه في نسخة سابقة من المقال كانت قد سلطت الضوء على خطورة تفشي فيروس نباه باعتباره خطر الوباء الكبير القادم. تحدثت إير عن فيروس نباه بشكل عام، وأن تفشي المرض قد يكون كارثيا ولا يوجد حاليا تفشي لنباه، وإن المقال كان يحذر من خطورة الأمر في حال حدث أن ظهر المرض مع عدم وجود دواء لفيروس خطير قديم وعدم استعداد شركات الأدوية العالمية له رغم مرور عقود على ظهوره. مع إعلان إنتاج لقاحات فعالة بنسبة تفوق 90%، يتخوف الخبراء من أن تتمكن الدول الغنية من شراء اللقاحات وتبقى الدول الفقيرة بلا لقاح، بخاصة مع إعلان الاتحاد الأوروبي اقترابه من سن تشريع يمنع تصدير اللقاحات خارج دول الاتحاد إلا بعد ضمان حاجاته أولا. برأيكم ما الطريقة المناسبة لتوزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل في بلدك؟ سؤال طرحناه عليكم مشاهدين هذا الأسبوع، وكانت أولى إجاباتكم من رغد التي علقت بأن اللقاح يجب أن يكون متوفرا للجميع دون استثناء كغيره من لقاحات الفيروسات. عمار كتب في تعليقه بأن اللقاح يجب أن يتوفر بطريقة تراتبية، بداية من الطواقم الطبية وكبار السن ونهاية بعامة الناس.
عبد الله علق متمنيا أن تكون الأولوية في إعطاء اللقاحات في بلده لعامة الشعب قبل أي شخصية مسؤولة أو ذات منصب، ولكن هيهات بحسب قوله. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة، استمروا في التفاعل معنا على صفحة تي آر تي عربي، ولا تنسوا بأن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر. وفي حديث الميديا منصة مفتوحة لآرائكم دائما. دمتم بخير وإلى اللقاء.